أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم. البداية من مقال الكاتب إبراهيم المشهداني في صحيفة طريق الشعب بعنوان وقفة اقتصادية، حياة العراقيين معلقة بقيمة الدولار. اليوم يقول: أخذت قيمة الدينار العراقي تنخفض بشكل مثير للقلق إزاء الدولار حتى وصل إلى أكثر من 1600 دولار واحد للدينار مقابل الدينار، مما أدى إلى اتساع نطاق المضاربة في السوق من جراء زيادة الطلب على الدولار في ظروف أشد سخونة في الجانب الأمني، مما يفسح المجال واسعا للمضاربين وتجار العملة توظيف هذا الظرف المضطرب للتلاعب بسوق العملة. وهذه العملية ليست بعيدة عن نشاط مافيا الفساد الموجودة في قمة الهرم الحكومي. يواجه المواطن العراقي في هذه الأيام محنة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يقابله انخفاض قيمة الدينار وانعكاساته في ارتفاع مستوى الأسعار، وخاصة أسعار الاستهلاك اليومي، سواء المتعلقة بمشترياته اليومية من مأكل ومشرب وملبس وحاجاته اليومية من مختلف الخدمات الصحية، حيث تتزايد المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية الخاصة والتعليمية، خصوصا بعد انتشار التعليم الأهلي. يضاف إلى كل ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية أمام أنظار وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة. والعراق ما زال يدور في ملعب الدولار وفلكه، ولكننا كاقتصاديين مدعوون إلى البحث عن كيفية انهيار عملة قوية في العراق انهياراً مقلقاً، ليس بسبب الأزمات الاقتصادية أو بسبب عدم وجود الاحتياطيات الكافية، وإنما بسبب قرارات سياسية لا تكون إدارة الدولة على قدر كاف من المسؤولية. ونقرأ تقرير من صحيفة المدى بعنوان العراق مقبل على كارثة بيئية وصحية. حذر مختصون عراقيون من تفاقم ظاهرة التغير المناخي وانعكاسها على العراق مع ارتفاع وتيرة التصحر والجفاف وشح المياه التي وصلت إلى حد معاناة وحرمان مناطق عديدة من المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن تضرر الزراعة المحلية التي سببت هجرة قسرية لآلاف العائلات إلى مناطق أخرى، ما ينذر بكوارث يصعب مواجهتها. وأكد الخبير البيئي من جانبه في مركز دراسات الصحراء حاتم إبراهيم أن العراق يواجه موجة تصحر خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال. وبين أن انحسار الزراعة وانخفاض المساحات الزراعية يعتبر استهانة بحياة المواطن العراقي وبأمنه الغذائي، ما يحتاج إلى إدارة حقيقية للدولة تستطيع أن تؤمن الغذاء للمواطنين بعيدا عن مخاطر هدر الأموال وضياعها. 70% من مساحة العراق الصالحة للزراعة مهددة بالتقلبات المناخية وعرضة للتصحر خلال فترة لا تتجاوز السنتين إذا بقي الوضع المائي في العراق على ما هو عليه. وكشف أن المساحات الخضراء في العراق لا تتجاوز مساحتها 3-4% فقط من مجموع المساحة الكلية للأراضي العراقية. الإهمال والهدر وعدم الري بالوسائل الحديثة وفقدان الرؤية العلمية في إدارة أزمات التصحر من بين أهم أسباب هذه المشكلة الخطيرة التي سينعكس تأثيرها على مجالات عديدة، من أهمها البيئة والصحة والاقتصاد. المساحات المزروعة انخفضت من 50 مليون دونم إلى 1.5 مليون دونم فقط، وهذا مؤشر خطير على حجم الضرر الذي تعاني منه الزراعة العراقية مع زيادة التصحر. من جانبها أكدت وزارة البيئة العراقية استمرار عمليات النزوح القسري لعدد كبير من العائلات بسبب شح المياه وتزايد رقع التصحر في عموم المحافظات العراقية. إلى افتتاحية العدد لصحيفة الميثاق الوطني بعنوان طوفان الأقصى،
معركة الحق نحو التحرير وكاشفة كذب إيران وميليشياتها في الدفاع عن فلسطين. معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية للمواجهة من جديد بعد أن توهم البعض بقرب تصفيتها من خلال التطبيع المجاني لبعض الأنظمة والإرهاب الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، ووضعت مسارات جديدة لطبيعة الصراع أكدت فيها أن الأراضي منزوعة السكان لن يتحقق ما دام فيها شعب غزة العزة ومقاومته الأمينة، التي أعلنت في كل مناسبة أنها تستقبل الدعم من الجميع دون استثناء، وهذا يجعلنا أمام حقيقة استراتيجية واضحة مهمة أن فلسطين حالة خاصة وهي بوصلة مهمة كذلك في ضبط طبيعة المنازلة دون التفريط بالساحات الأخرى كالساحة العراقية، السورية، اليمنية، اللبنانية. وبحسب الصحيفة لا يمكن أن نتخلى عن فلسطين وهي قضية مركزية بحجة أن إيران تدعم القضية الفلسطينية، بينما نعلم جميعا جيدا أنه تدليس، فهي تكذب وتتاجر بها لتكون غطاء لتوسعاتها وبناء ميليشياتها تحت هذا العنوان السامي الكبير. الدليل على كذب إيران وميليشياتها في الدفاع عن فلسطين هو أن غزة تقتل وتذبح من عصابات الكيان الصهيوني منذ 29 يوماً وهي تتفرج مع وكلائها، علماً أنها تمتلك طريقاً برياً من طهران للعراق مروراً بالحدود العراقية السورية إلى الجولان السوري المحتل إلى جنوب لبنان، لكنها لم تساعد ولم تسمح لغيرها بالمشاركة مع الفلسطينيين في معركة طوفان الأقصى وفتح جبهات أخرى تخفف عن غزة وتشتت جهود العدو المحتل الذي نصحته الإدارة الأمريكية من سيناريو معركة الفلوجة التي خسرت فيها القوات الأمريكية أمام المقاومة العراقية الحقيقية، ومن أهم استراتيجية نفذتها المقاومة العراقية وهي فتح جبهات أخرى خارج الفلوجة مما ساعد في انتصارها. وندرك أن إيران عندما أججت الطائفية في العراق ساعدت الاحتلال الأمريكي في استهداف المقاومة العراقية وبعدها استهداف المقاومة السورية، وتم تهجير 7 ملايين عراقي وأكثر من 10 ملايين سوري، وهو ما ساعد الكيان الصهيوني بشكل كبير على تناديه في قتل وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. إلى صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب محمد أبو رمان يقول فيه: لو لم يقدم أمين عام حزب الله حسن نصر الله على تقديم خطابه الجمعة لكان أفضل بكثير لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام، فهذا الخطاب أفقدهما ورقة استراتيجية مهمة كبيرة كانت بأيديهما في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة وعدم رفع معنويات حكومة الحرب الإسرائيلية. ويقول معقبا الكاتب: الواضح أن إيران لن تتدخل إلا إذا ضربت، وأذرعها التي تحركت وحزب الله جميعا تعمل في إطار تكتيكي مخطط له، فيما يبدو أن ما تسمى وحدة الساحات كاستراتيجية إقليمية تم التوافق عليها وعقدت اجتماعات عديدة بين الأطراف المختلفة بمباركة إيرانية لم تنجح في أول امتحان حقيقي لها. ما الذي يمكن أن يحدث في غزة أكثر مما جرى من حرب إبادة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء؟ من الواضح أن حسابات الحزب الدقيقة المؤسسية رجحت الاكتفاء بالعمل التكتيكي، وبالتالي ما وصفه هو بالغموض الاستراتيجي البناء كان كذلك قبل خطابه، لكن الخطاب ومحدداته وسياقاته أنهت حالة الغموض وأطرت الوضع الحقيقي للحزب وحساباته الاستراتيجية في المعركة الحالية. انعكاس ذلك كبير جداً من زاوية سلبية على الوضع في غزة، للأسف الشديد عملياتياً ومعنوياً، إذ كان الأمل بفتح جبهات متعددة في لبنان والضفة الغربية وربما عمليات في الداخل الإسرائيلي يضع ضغوطاً حقيقية على معادلة إسرائيل الأمنية والداخلية والعسكرية.
أما الآن مع الاعتقالات الكبيرة في الضفة وخروج حزب الله بنسبة كبيرة من احتمالية تمدد الصراع، فإن المعركة جرى تأطيرها بصورة كبيرة ضمن عمليات الإبادة الجماعية الحالية. في عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان في ظل استمرار الملحمة الغزاوية فلسطين تعرفنا على حقيقة العالم، للكاتب قاسم قصير. بعد مرور أكثر من شهر يقول على بدء معركة طوفان الأقصى، أصبحنا نعيش اليوم في ظل ملحمة جديدة تضاف إلى الملاحم والمعارك التي شهدها العالم، وهي طوفان الأقصى. هذه المعركة التي وحدت صفوف الفلسطينيين وهي أحد أهم المعارك والحروب في العالم بأبعادها الإنسانية البطولية والاجتماعية من جهة الشعب الفلسطيني، وبالمقابل حجم الكراهية والحقد واللا إنسانية وتجاهل كل حقوق الإنسان ومواثيق الحروب من قبل الجيش الإسرائيلي، ولم نعد حتى مخدوعين بدور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بأنواعها والمواثيق الدولية. ولذا علينا، يقول، أن ندافع عن حقوقنا بأيدينا وأن نمتلك كل عناصر القوة. نحن أمام عالم عار من كل عمليات التجميل والخداع التي كانت تمارس علينا تحت عناوين مختلفة، ومنها حماية حقوق الإنسان ومواثيق الحروب والديمقراطية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أو منظمات المجتمع المدني ومفاهيم المساواة إلى غير ذلك من المفاهيم التي سعت بعض الدول الغربية لنشرها في العالم طيلة العقود السابقة وصدقناها ومشينا خلفها أحياناً. وها نحن اليوم نكتشف حجم الكذب والخداع الذي مورس علينا، وأصبح الصراع يستهدف وجودنا كبشر في فلسطين والمنطقة العربية، وأصبحت الحرب مكشوفة وعلنية دون مساحيق أو كلمات براقة. بقيت المؤسسات الدولية عاجزة عن كسر الحصار ووقف المجزرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وشارك الحكام الغربيون وبعض الحكام العرب في مشاهدة هذه المجازر دون أن يرف لهم جفن، بل إن بعضهم شارك في هذه الإبادة. معركة طوفان الأقصى وما تلاها من صراع وجودي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ينبغي أن يعيد وعينا إلى حقيقة الصراع مع الكيان الصهيوني، وهو صراع وجود وليس صراعا على جزء من فلسطين المحتلة أو حول تسويات وتفاهمات إدارية أو سياسية. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
في خطوة نحو جعل استكشاف الفضاء في متناول الجميع، تمر ناسا بتحول رقمي سيعيد تشكيل كيفية تفاعل الجمهور مع ثروة الوكالة من المعلومات والمحتوى. يتضمن هذا التحول تجديد مواقعها الإلكترونية الرائدة والعلمية، ويستطيع المستخدمون الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث وكذلك عبر متصفحات الويب. الأسبوع المقبل ستطلق وكالة ناسا بلس، وهي ناسا خدمة بث خيالية من الإعلانات ومجانية كذلك، ومناسبة لجميع الأعمار المختلفة على مجموعة المشاهدين. وستحتوي هذه المنصة على الفيديوهات المتنوعة والأصلية التابعة لناسا، بما في ذلك الإصدارات الجديدة، ما يوفر للمشاهدين تجربة غامرة وجذابة. وحول هذا الموضوع أبرز مارك إتكند المدير المساعد في مقر ناسا التزام الوكالة بتوفير الفضاء المناسب لجميع المشاهدين حسب الطلب وجعله في متناول الجميع، وستكون خدمة البث متاحة على منصات مختلفة بما في ذلك الأجهزة المحمولة ومتصفحات الويب لسطح المكتب وكذلك الجوال. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. المجازر التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي في أطفالنا ونسائنا وشبابنا، ظهرت هناك جثث مجهولة الهوية، وهي يعني متعفنة وغير ومحترقة وغير واضحة المعالم. هذه هي المقبرة الجماعية الرابعة، قد دفن في المقابر الجماعية الثلاثة ما يقارب 170، وهنا المقبرة الرابعة وتعدادها يفوق 50 حتى اللحظة، لأنه ما زال يعني العدد يتزايد. ستدفن هذه المقبرة بمقبرة بأرقام مجهولين الهوية، وندفنها في مقبرة الطوارئ في مقبرة آل البطش في شرق الشجاعية. علمنا علامات زي هيك عشان لو صار سمح الله، لان شفت الناس مقطع واشلاء، يعني ما بتقدرش تعرف هذا من هذا، مين هذا ومين هذا. لو سمح الله تقطع واعرفهم انهم ايش، المهم لحمهم شغلات زي كذا، اعرفهم من العلامات هذه. إلى اللقاء.